إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل ولكن في الشكر. الآونة الأخيرة أعلنت وكالة ناسا الفضائية عن اكتشاف كوكب هاما لم ينل الاهتمام المطلوب، إلا أننا في هذا الفيديو سننشر ما يوسع معرفتكم بهذا الأمر. قبل أن نبدأ الفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. نجم برنارد بي أو نجم السهم هو عبارة عن ذلك الضوء البعيد الذي يصل حجمه إلى أضعاف حجم الأرض، ويعد ذلك الكوكب أقرب النجوم القريبة من الكرة الأرضية، وبناء على المعلومات التي اكتشفت بشأنه فإن هذا الجرف يدور حول الأرض لمدة 233 يوما بالسنة. تنقسم هيئته إلى الأحمرار والبرودة، وبالرغم من توهج هذا النجم ولمعانه إلا أنه لا يستمد من الشمس سوى 2% مقارنة بما تستمده الأرض من الشمس، إلا أن الطبيعة التكوينية الصخرية والظلال هي التي تساعده على هذه الإضاءة وهذا التوهج. هذا الكوكب المخيف والمتجمد من الممكن أن تصل درجة حرارته حتى 170 درجة مئوية، ولهذا فإنه ليس بالبيئة الجيدة لتقبل أي ضيوف على سطحه للحياة. نجم بي دي اس 70 تم اكتشافه بواسطة تلسكوب متطور جدا متخصص بشأن الكواكب، يستطيع أن يظهر الكواكب الجديدة في الفضاء الخارجي. والآن اكتشف كوكبا مليئا بالغاز حديث التكوين على بعد 5.4 مليون سنة ضوئية. كما يظهر ذلك الكوكب بهيئته أقرب لكوكب المشتري، حيث يتكون من ثلاث طبقات، ويكمن سبب ذلك في درجة حرارته التي تصل إلى 1800 درجة. هناك 370 سنة ضوئية تفصلنا عن ذلك الكوكب، وربما قد اكتمل تكوينه من قبل، إلا أننا لدينا وقتا لكي نتمكن من رؤيته. بيمنساسي رغم اكتشافنا لكواكب جديدة، في نفس الوقت نكتشف اختفاء كواكب أخرى. وقد عرفنا من قبل بشأن ذلك الكوكب أن نسبة بعده الضوئي عنا تصل إلى 59.5 سنة ضوئية، ومغطى بنسبة كبيرة من المياه، ويعد أيضا شبيها بالكرة الأرضية إلى حد كبير، حيث يصل قطره إلى ضعف قطر الأرض ب 2.14 مرة. أما عن حجمه فيصل إلى 4.82 ضعف حجم الأرض، ولذلك أطلق عليه لقب الأرض العظمى، إلا أن تغطية معظمه بالماء أدى إلى حدوث كثير من المشاكل، والتي منها تبخر الكوكب بشكل دائم، ذلك نتيجة اقترابه من الشمس وتأثره الشديد بها. القيد 40 أي هو نظام شمسي متعدد، وفي كوكبه النهر يبعد أقل من 16.5 سنة ضوئية عن الأرض، أي أننا عندما ننظر إلى السماء نراه منقسما لثلاثة نجوم، ومن الممكن أن يكون هذا اللمعان شيئا جيدا. تم اكتشاف هذا الكوكب في يناير من هذا العام، ويبعد عن كوكب الأرض بمسافة 53 سنة ضوئية، وبدقة عالية أثبتت بأن ذلك الكوكب، والذي يطلق عليه أيضا HD 21749 بي، أنه ضعف كوكب الأرض بثلاث مرات، إلا أنه مثل كوكب أورانوس أكثر ثقلا من حجم الأرض ب23 مرة. درجة حرارة الكوكب تصل إلى 150 درجة، ولذلك يعد كوكبا قاحلا خال من أي حياة بشرية. MU 69 2014 كواكب لاصقة. أرسلت لنا الأقمار الصناعية الخاصة بوكالة ناسا الشهر الماضي صورا لمكان يبعد عن الأرض ب 6.5 مليار كيلو مترا لأجسام تبعد عن الشمس. تلك الكواكب الملتصقة المعروفة باسم MU 69 2014 قد بدأت ملامحها تظهر من على بعد 3500 كيلو متر. وكما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلك الكواكب أنها تشبه الرجل الثلجي الذي يصنعه الناس من الثلوج شتاء بحد كبير. وأفاد إيلي إستون عبر أبحاثه من خلال ترأسه لمركبة نيو هورايزنز بما يثبت أن تلك الكواكب ما هي إلا مجموعة صخرية، وأنها في أبعد نقطة عنا من كوكب الأرض. سيريز من أكبر الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية، وهو أكبر الأجسام حجما بين كوكبي المريخ والمشتري. اكتشف وجوده عالم الفلك الإيطالي جوزي بياسي في شهر يناير من عام 1801، حيث كانت بداية التطور التكنولوجي حينذاك قبل 25 عام. وفي السادس من مارس من عام 2015 تم التقاط صورا له بجودة أفضل من سابقها. تم اكتشاف نقطة بيضاء على سطحه، والتي لم يتم اكتشاف أسبابها حتى الآن.
إلا أنه يعتقد أن سببها هو الجليد، كما يعتقد أنها بحيرة منذ القدم ظلت متواجدة نتيجة الشمس. وكذلك يرى العلماء بأن اللمعان في تلك البقعة نتيجة تأثير الأشعة الشمسية، وكذلك عند التقاط صور بالقرب نجد بعض البروز المختلفة التي تعود أسبابها إلى تأثير الضوء الشمسي، إلا أن تلك البحيرة تظل السراج المنير لذلك الكوكب. HD 189773 بي، ذلك الكوكب يبدو أزرق اللون من الخارج ويشبه الأرض بنسبة كبيرة. أما عن سبب اللون الأزرق فهي الأمطار، حيث تتساقط به الأمطار على هيئة زجاج تنكسر في الغلاف الجوي لتسقط على سطحه الذي بدوره يتعرض للعواصف بشكل مستمر، لذا يستحيل الحياة على سطح هذا الكوكب لثوان معدودة. PSR 1719-14 بي، يتميز هذا الكوكب بصفة غريبة وهي قصر المدار الفلكي. أما سبب قصر ذلك المدار هو أن سنة كاملة عليها تعد بمثابة ساعتين من وقتنا على الأرض، أي أن مرور عاما كاملا بتوقيت كوكب الأرض يعد بمثابة مرور 4000 عام على ذلك الكوكب. كما أن هناك بعض الإدعاءات التي تقول بأن سطح ذلك الكوكب مغطى بالألماس. J 1407 بي، من أهم ما يميز هذا الكوكب هو وجود الحلقات به مثل تلك التي بكوكب زحل، حتى أنها أكثر تميزا من التي بكوكب زحل، حيث يصل حجمها إلى 200 ضعف الحلقات التي بكوكب زحل، كما أن المسافة بين قطر الكوكب وبين الشمس تصل إلى 90 مليون كيلومترا. HD 11 بي، ذلك الكوكب الذي يمكن الذهاب إليه بسرعة الضوء في خلال 122 سنة ضوئية. قد أوضحت ناسا أنه بحجم كوكب نبتون، إلا أنه رغم ذلك يعد أول كوكب لا تتشكل السحب على سطحه، ولكن تؤثر بشكل كلي على الغلاف الجوي، والذي يختلف عن غيره بأنه غير منغلق. كما أن هناك شيء آخر يجعل من ذلك الكوكب أشبه بمكان الموت، وهو العواصف القوية، وقد تم اكتشاف هذا من خلال الموجات الهوائية والتي صدرت عن ذلك الكوكب. بالطبع مجيء مثل تلك الترددات من تلك المسافة ما هو إلا تأكيدا على قوة تلك العواصف. فكروا في الأمر إن كان لديكم تحليلا منطقيا. لا، شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به.